اهلا لو وكتفت الكلباش في تحت الكلبه ديالك احنا عطينا هذه البلاصه هذه فين بقينا كان اون اكروزي هنا في الترما كان طالع وكان كتحفر هنا وحنا بقينا كنحفروا احنا جاتنا المعلومه بان الجثه ديال خونا الله يرحمه لاحوه هنا دوك هذيك العصابه جاو لاحوه هنا في هذه البلاصه هذه بلي ما راه قالوا بان اربعه الميكات فيهم الجثه ديال خونا وميكه وحده فيها الماتيريال ديالهم باش نفذوا هاد الجريمه ديالهم. ومن هذاك النهار جا البوليس جا دار خدمته وجاو قلبوا هنا ما لقاو حتى حاجه. ومن هذاك النهار وحنا تنجيو يوميا لهاد البلاصه هذه مع الدراري ديال اللي تعرفوا رضا والدراري ديال الحومه ديالنا تنقلبوا في هاد الوداده كلها. هو وربما شي واحد شاف شي حاجه شي واحد شاف شي ميكا ولا شي حاجه مع اي حاجه حنا دابا تنقلبوا عليها باش نلقاو الجثه ديال خونا. وهادشي علاش دابا كنا درنا النداء باش الا شي جمعيه عندهم الغطاس بروفيسيونيل يجيو يعاونونا هاد الايامات باسكو غادي يكون الواد هابط من هنا واحد 3 ايام ويجيو يعاونونا باش نشوفوا اش كاين في هاد في لو فون ديال الواد باش نتيقنوا واش هادوك المجرمين كذابه ولا ماشي كذابه واش خونا تلح هنا ولا ما تلحش هنا وهما تيكذبوا علينا. هادشي دابا حنا اللي باغيين وباغي نلقاو خونا باش نرتاحوا. فايت 3 سمان قريبا الشهر وحنا تنجيو لهنا. جو سي با يمكن هما اللي كانوا جاوا هنا في مع البوليس يمكن ما عرفتش اكزاكتومون شكون اللي كان جا مع البوليس باش يقلبوا هاد البلاصه هادي. خدمتهم يشوفوا واش في زعما فين وصلنا اش تنديروا وتعاطفوا معنا مساكن وقالوا لنا بان هادشي ماشي نورمال يطرى هادشي في المغرب. هادشي اللي كانوا دابا تيتسناو حتى هما زعما الاوامر يجيوهم من كازابلانكا يمكن ولا جو سي با اون فيغا بار لا سويت. هادشي اللي كاين بخصوص الخبر ديال المقتل ديال الاخ ديالك منين تلقيتوه؟ من عند البوليس. البوليس قال هما اللي خبرونا قال لنا ولا مع لافوكا ديالنا حتى هو دازو في ان بروميير اون بروميير كومباريسيون دازو في المحكمه. دونك ديكو كان الوالد ديالنا مشى وجاونا تصريحات كلهم من عند لافوكا وداكشي اللي قالوا لنا البوليس فوالا سي تو. هما اللي هاد قالوا بان واحد فيهم اللي مشدود هو وهاد تشغبو قالوا بان جاو ولحوا الميكات هنا ديال الجثه ديال خونا الله يرحمه. قلتوا ان الكلبه ديال الاخ كانت جات جبناها واحد دابا هادي 3 ايام جبناها لهنا واول مره تنجيبوها ما عمرنا ما جبناها لهاد البلاصه هادي ما عمرنا ما جبناها. وسميتو مني جات درنا لها قنبه طويله باسكو هي عندها واحد هذيك واحد لو كوليديا ولكن صغير شويه. دونك حنا درنا قلنا احسن نديروا لها قنبه طويله باش تبقى تقلب على خاطرها. جات ديريكتومون هذه البلاصه هذه هذه البلاصه ما بغات تقلب في حتى بلاصه ما بغات تمشي لا في جنب الواد لا في هنا في الغابه اللور والو. مشات ديريكتومون جات لهاد البلاصه هذه فين قالوا لها خونا رضا مع هذيك العصابه والو. واحد من هذيك العصابه سميتو بليبلي ملقب بليبلي ولكن هو سميتو عبد العزيز وسميتو كان تيتسلى لخويا رضا شي واحد المبلغ ديال الفلوس. خويا رضا قال لي رد لي فلوسي ما بغاش. هي فاش كانوا في هذاك البواد دو نيو مع ريستورون سكاي قال لي تشغبو كان مع بليبلي هذا رضا ابا كريم كان معاه قال لي انا هذا صاحبي ما غادي يعطيك حتى حاجه واش غدير. هي هذيك كيفاش نتصدع بيناتهم ومن تما هما يخطوا ليه. هادشي اللي كانوا راه ما كاينش شي حاجه ديال زعما تيتاجر في لا دروغ ولا شي حاجه هكاك راه ما كايناش هاد الهضره هادي كلها. راه ما كانش يعرف رضا ابا كريم هذاك تشغبو خويا راه ما كانش يعرفو. اللي كان يعرف هو بليبلي هذاك عبد العزيز صافي. هادشي اللي كاين امال ما باقي راه ما كايناش هذاك الشيء كله وليت تسمعوا في الفيديو وتنطلب الناس ما يبقاوش يديروا دي فيديو ويحكموا على بنادم على ما تعرفوش الحقيقه. راه فريمون راه حرام عليكم هادشي اللي تديروا. وفي هذا رمضان تمشوا تاكلوا لحم بنادم هو ميت راه حرام.
حرام عليكم ما تبقوش تكذبوا وتنشروا شي حوايج اللي ما كاينينش. هادشي شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.